بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما انتهينا من وحدة البكتيريا، تحدثنا عن البكتيريا أشكالها وكيفية تكاثرها وعلاقتها مع الجسم العائل والأمراض البكتيرية، ننتقل إلى كائنات دقيقة أخرى تدعى بالفيروسات. سنتعرف من خلال هذه الوحدة ما هو الفيروس، مما يتركب الفيروس، طرق تكاثر الفيروس، وأيضا علاقة الفيروس مع جسم العائل، وما هي أهم الأمراض التي يسببها الفيروس إلى الإنسان. أولا سنشاهد هذا مقطع الفيديو. الفيروسات، ما هو الفيروس وما هي خصائصه؟ واحد، حجم الفيروس. حجم الفيروس أصغر من أي خلية حية أخرى، يمكن رؤيته فقط بالميكروسكوب الإلكتروني، حيث يتراوح حجمه من 10 إلى 100 ملي مايكرون. اثنين، يعتبر الفيروس حلقة متوسطة بين الكائنات الحية والغير حية. تعتبر كائنات حية فهي تحتوي على حمض نووي DNA أو RNA محاط بغلاف بروتيني، وهي تستطيع التكاثر داخل الخلية الحية للعاقل. ننتبه للصفات، أعطانا صفة أولى، صفة ثانية، ننتقل مع بعض إلى الصفة الثالثة. وتعتبر كائنات غير حية لأنها توجد على شكل بلوري، وهي لا تحتوي على سيتوبلازم ولا تقوم بأي نشاط حيوي خارج خلية العاقل. ثلاثة، شكل الفيروس، شكل عصبي أو كروي أو أشكال أخرى كالموضحة بالصورة، زي ما احنا شايفين كروي متعدد الأسطح واللي هو ديل رأس. تعتبر الفيروسات كائنات متطفلة إجماليا لأنها لا تستطيع أن تعيش أو تتكاثر إلا داخل جسم العائل، وهي تسبب له الأمراض. خمسة، الفيروس كائن متخصص جدا في تطفله لأنه يصيب نسيج بعينه في كائن بعينه. أمثلة، هناك فيروسات تصيب البكتيريا تسمى بكتيريوفاج. وهناك فيروسات تصيب النبات، وأخرى تصيب الإنسان والحيوان، مثل مرض شلل الأطفال، الأنفلونزا، الإيدز، داء الكلب، الحمى الصفراء، نزلات البرد، الجدري. بعد ما شفنا مقطع الفيديو تعرفنا على خواص الفيروسات، هل قد راح نتعرف عليها بالتفصيل؟ زي ما شفنا أهم خاصية حكاها إيش، إنه حجم الفيروس. الفيروس حجم الفيروس إيش بنسميها؟ إحنا كيف يرى الفيروس؟ بالمجهر الإلكتروني. ليش؟ يعني إحنا بنسميها متناهية الصغر، يعني بالمجهر الإلكتروني. أكبر فيروس عنا هو مين؟ الجدري، حجمه 250 نانو متر. أصغر بكتيريا حجمها 500، شايفين الفرق؟ يعني أكبر فيروس 250 نانو متر وأصغر بكتيريا 500. ثاني صفة، دقائق لا خلوية، تعتبر كائنات بين الحية والغير حية. كيف اعتبرها حية؟ كيف اعتبرها حية؟ لأنها تحتوي على حامض نووي. لكن هل تمارس صفة الكائن الحي أو تعتبر تحتوي على خلية حية؟ بمعنى كلمة خلية حية يعني تحتوي، ممكن تحتوي إنزيمات تأكسد واختزال تصنع غذائها بنفسها؟ لا، يعني أنه صح فيها حمض نووي لكن لا تستطيع تصنيع غذائها. ليش تعتبر غير حية؟ لأنه حكينا تسلك مسالك بعض المواد الكيماوية اللي هي تتبلور وتعيد تشكيل نفسها، صح ولا لا؟ زي ما ورجانا بالفيديو كيف عمل إعادة التبلور تبعتها وإعادة ذائبتها. اتكلم عن شكل الفيروسات،
رح نعرف ليش عندنا اشكال فيروسات، ليش عندي صار شكل كروي وبيضاوي ومتعدد، ايش اللي بعطيها الشكل، ايش اللي بغير شكلها. وتكلم على متطفلة إجبارية، يعني لو ننتقل اول حاجة مين اللي اكتشف الفيروسات؟ العالم الروسي إيفانو فيسكي. اكتشفها العالم الروسي إيفانو فيسكي 1892 لما كان يدرس مرض تبرقش أوراق التبغ اللي هو أوراق الدخان. كان يدرس يعني فيروس بيصيب مين؟ النبات. يصيب مين؟ النبات. بلش يدرس انه صار في عندي اعراض مرضية على نبات تبغ، فمش عارف ايش هو سبب الاصابة المرضية. بعد عدة دراسات اكتشف ان المسبب فيروس، هو اول فيروس اكتشفه اللي هو مرض تبرقش اوراق التبغ 1892، واعطاه لفظ فيروس باللغة اللاتينية ايش معناه؟ سائل سام، يعني اعطى سمية صارت عندي اعراض مرضية للنبات. الفيروسات اهم شغله لا ترى الا بالمجهر الالكتروني. رح نرجع نقول هون انها متناهيه الصغر، حجمها يتراوح من 2% الى 3 بالعشرة مايكرومتر. اصغر فيروس فيروس الحمى القلاعيه وفيروس شلل الاطفال، واكبر فيروس فيروس الجدري اللي هو 220 نانومتر، واكبر خليه 500. فعشان هيك لا نستطيع أن نرى الفيروسات إلا عن طريق المجهر الإلكتروني. طيب الصفة الثانية، شايفين كيف الأشكال؟ هنا موضح لنا اللي هو فيروس الجدري، هذا أكبر فيروس. ترى 50 مش 210. أكبر فيروس. أكبر فيروس 250. شايفين كيف أكبر فيروس؟ هذا هو فيروس مين؟ الجدري. هذا فيروس شلل الأطفال، فيروس شلل الأطفال هيك شكله. وهذا البكتيريا فاج، بكتيريا فاج. هنا عندي موضح لنا الخلية البكتيريا زي الإشريشيا كولاي، بكتيريا الإشريشيا. شوف كيف الخلية البكتيريا، شايفين الفرق بين الحجم؟ هذه للريد بلاد سيل، كرات الدم الحمراء، هي حجم الخلية. شايفين الفرق بين الأحجام؟ يعني تعتبر الفيروسات متناهية في الصغر، متناهية في الصغر. طيب حكينا إنها متطفلة إجبارياً، ليش متطفلة إجبارياً؟ لأنها لا تستطيع العيش إلا في داخل جسم العائل، داخل خلية العائل، لأنها لا تملك لا إنزيمات تأكسد ولا اختزال ولا عضيات، ولا تستطيع صنع غذائها بنفسها نهائيا. فيجب ان تسيطر وتتطفل، يعني متطفلة اجبارية ولا اختيارية؟ اجبارية، يعني ما بتستطيع العيش الا في داخل جسم او خلية العائل، لا تستطيع ان تقوم باي نشاط ايضي الا داخل مين؟ الخلية. طب كيف بتسيطر عليه؟ كيف تستفيد؟ دخلت الخلية، ايش اللي بده يصير فيها؟ تسيطر على مكونات العضوية والمحتويات النووية تبعت الخلية العائل، وتجبرها على تصنيع الحامض النووي الفيروسي والوحدات البروتينية الفيروسية ومكونات الفيروس، وخلية العائل تتوقف عن نشاطاتها الخاصة بها. واضح كيف بتصير السيطرة؟ ورح نعرف كمان كيف عملية التكاثر وكيف بتصير تكوين بنائها. أنواع الفيروسات قلنا إنها متخصصة، يعني في فيروسات متخصصة لإصابة النبات زي فيروس تبرقش أوراق التبغ، في عنا فيروسات تصيب الإنسان زي شلل الأطفال، زي الجدري، زي الحصبة، زي الإنفلونزا، في عنا فيروسات متخصصة تصيب بين البكتيريا تدعى لقمات البكتيريا أو بنسميها البكتيريا فاج، البكتيريا فاج. متخصصة يعني الفيروس الإنفلونزا لو أنا أجيبه عن نبات يستطيع إصابة النبات؟ لو أجيب فيروس شلل الأطفال وحطه على البكتيريا يستطيع إصابتها؟ بكتيريا لا. عندنا متخصصة، يعني الفيروس متخصص لعائل واحد، كل فيروس له عائل واحد، لا يستطيع إلا أن يتعرف إلى العائل
واحد. يعني مثلا عندي فيروس لنبات التبغ بروح اصيب نبات التبغ، فيروس للبطاطا بس بصيب البطاطا ما بصيب اي محصول تاني. شايفين كيف؟ هذا فيروس نباتي بصيب النباتات، هذا فيروس للانسان بصيب الانسان. يعني انا عمركم سمعته مثلا عندنا فيروس الحمى القلعية اللي صاب العجول والمواشي، احنا لو اكلنا اللحمة تبعت الحيوانات المصابة بالفيروس اللي قبل فترة صار عندنا لانه الاحتلال منع التطعيم للمواشي، صح؟ كانوا يبيعوه تقريبا الخروف 150 دينار بعد ما كان سعره من 400 ل 500. فالناس كانت تخاف هل اذا اكلت اللحمة تبعت الخروف او المواشي المصابة بنتقل لها الفيروس ولا لا؟ كان يكلوها عادي. ليش؟ لان الفيروس لا يصيب الانسان، يصيب فقط مين؟ يعني احنا كنا ناكل اللحمة تبعت حيوان مصاب بالفيروس لكن ما بنتأثر لان الفيروس ماله متخصص. واضح كيف كلمة متخصصة؟ اشكالها، الاشكال تبع الفيروس يعتمد على الغلاف الخارجي، زي ما تكلمنا انه شكل البكتيريا اللي بيحددوا الجدار الخلوي، شكل الفيروس يعتمد على الغلاف الخارجي للبكتيريا. الغلاف الخارجي للبكتيريا يتكون من وحدات بروتينية، يتكون من وحدات بروتينية تدعى الغلاف الخارجي، هذا يتكون من وحدات بروتينية، الغلاف كله يسمى كابسيد أو الكابسيدة، ماشي؟ يعني الكبسيدة تتكون من وحدات بروتينية متجمعة، الوحدة الواحدة بنسميها كابسومير. بنسميها ايش؟ كابسومير. رح نتكلم عنها بالتفصيل بعد شوية. الكبسيد هذا شكل الغلاف الخارجي هو اللي بيحدد شكل الفيروس، فراح نلاقي عنا في فيروسات عصوية الشكل او اسطوانية، عصوي او اسطواني. ايش المثال تبعها؟ اللي هو تبرقش اوراق التبغ وفيروس اكس للبطاطس. بنسمي الفيروس اكس للبطاطس بي في اكس، هيك التسمية تبعته اختصار، اللي هو بوتيتا فيروس اكس، اللي هو فيروس اكس للبطاطس. وفي عندي فيروسات شكل الغلاف بعطينا الشكل مين؟ الكروي. بعطينا الشكل الكروي، بتصير عندي شكل الكرة واحيانا بتكون عندي عديدة الاسطح. شايفين كيف شكلها؟ هنا عندنا الشكل العصوي، شكل مين هذا؟ العصوي. المثال تبعه تبرقش اوراق التبغ وفيروس اكس للبطاطس. عند الشكل الكروي لا، فيروس الانفلونزا، فيروس الايدز، وفيروس شلل الاطفال. وفي عندي شكل بيضاوي، شكل البيضاوي اللي هو المثال له فيروس الجدري. يعني لقيت الجدري مر علينا انه هو اكبر الفيروسات، تمام، 250 نانومتر ودو شكل بيضاوي، دو شكل بيضاوي. الفيروسات الطوبية اللي بتكون على شكل حبة الطوب، مثال لها الفيروس مين؟ فاكسينيا، هذا فيروس يصيب قرنية العين، هذا فيروس يصيب قرنية العين. وعندي فيروس رصاصية الشكل، كيف رصاصية الشكل؟ زي الرصاصة، زي الطلقة، هيك بكون شكله. هياته الشكل هيك، رصاصية الشكل. المثال له فيروس ايش؟ اللي هو السعار، واللي هو مداء الكلب. او ممكن يظهر على شكل متعدد عديد الاوجه، وشايفين احنا شايفين له ديل زي البكتيريو فاج او لاقمات البكتيريا. وبتكون المادة الوراثية بالنسبة للبكتيريو فاج في داخل الرأس، هنا بتكون الحامض النووي. شايفينها وين؟ هيها، وهي هنا الديل، وهنا الخيوط او الالياف الديلية للبكتيريوفاج. هذه الاشكال الكروية، شايفين كيف بعطينا الاحماض النووية؟ بس لاحظوا، بدي اياكم تلاحظوا الغلاف الخارجي، شايفين ايش عليه؟ شايفين هذه النتوءات؟ اشكال هيها، هذه فيروسات متعددة الاوجه، صح كروية لكن إلها عدة أوجه، إلها عدة أوجه. هنا عندي اللي هو الفيروس العصوية الاسطوانية، زي مين الاسطواني؟ زي تبرقش التبغ وفيروس إكس.
هذا هو البكتيريوفاج بشكل واضح اكثر، اللي هو هاي الراس يحتوي على الحامض النووي، هاي الكبسه، هنا عندنا الغلاف اللي هو الدي، وهذه هي الالياف الديليه. طيب مما يتكون الفيروس؟ مما يتكون الفيروس بتكون من حامض نووي. شايفين الحامض النووي الاحمر؟ هذا الحامض النووي. الحامض النووي عندي يا اما ار ان اي يا اما دي ان اي، ممكن يكونوا مع بعض؟ نهائي ما بتجمعوا الار ان اي مع الدي ان اي ولا بنوع من الفيروس. يعني لو اقول لكم فيروس شلل الاطفال يحتوي على ار ان اي ودي ان اي، راح تكون الاجابه خاطئه. الار ان اي راح يكون عندي ار ان اي هنا، يا اما راح يكون احاد السلسله او مزدوج ثنائي السلسله، وكذلك الدي ان اي يا اما فيروسات احاديه السلسله او فيروسات دي ان اي ثنائيه السلسله. الحامض النووي على ايش راح يكون مسؤول؟ مسؤول عن التكاثر، صحيح، وهو الجزء المعدي من الفيروس، هو الجزء المعدي. يعني انا اذا بدي اسير تنتقل للعدوى الفيروسيه لازم الحمض النووي يفوت في داخل ايش؟ خليتي. يعني انا اذا دخلت بس الكبسيد اللي هو الغلاف بصيبني مرض؟ يعني هو الجزء الاساسي او الجزء المسؤول عن الاحداثيه المرضيه اللي هو مين؟ الحامض النووي. في عنا اربع انواع زي ما وضحنا، احيانا بنسميهم اللي هو المزدوج هنا سنجل ترين ار ان اي، وهنا راح نلاحظ دي، وكذلك بالنسبه للار ان اي. طيب الحامض النووي هو المسؤول، يعني مهم ولا مش مهم؟ طب اذا خلينا زي هيك بشكله حامض نووي لحاله السائب او الحر، يتأثر في أي عامل، يكون ضعيف، فنبحث إلى غلاف يحمي هذا الحامض النووي. الغلاف اللي بيحمي إيش سميناه؟ الكبسيد، كبسيدة، القشرة، المحيفظة، هذه كلها مصطلحات لنفس المعنى. شايفين شكل الكبسيد؟ هياته. شايفين الوحدات؟ يتكون من وحدات مالها؟ بروتينية، يتكون من وحدات بروتينية تحيط بالاحماض النوويه، سواء كان عندي حمض نووي ار ان اي او دي ان اي. طب مهم الكبسيد لحياه الفيروس ولا لا؟ مهم، يعني راح نشوف احنا وظائف لهذه الكبسيد، راح نتعرف على وظائف الكبسيده. بس قبل ما نتعرف على الكبسيده، زي ما قلنا الوحدات البروتينيه، الوحده البروتينيه الواحده التي تحتوي عليها الكبسيد تدعى كابسومير، كابسومير. اي غلاف، اي غلاف نتفق؟ لما نتكلم عن غلاف، سواء تحدثنا عن البكتيريا عن الجدار الخلوي او نتحدث عن البكتيريا عن الكبسيد بالنسبه للفيروس، الغلاف اهم وظيفه للغلاف ما هي؟ حماية. يعني الغلاف هو يوفر لنا الحمايه للاحماض النوويه ويحدد شكل الفيروس. يعني اذا كانت الوحدات البروتينيه الكبسيد اعطتني، تجمعت بشكل كروي بتعطيني فيروسات ايش مالها؟ كروية. تجمعت بشكل اسطواني بتعطيني فيروسات اسطوانية او عصوية، واضح؟ تاني او ثالث وظيفة تلعب دور عام في عملية الاتصال بالعائل. زي ما شفنا البكتيريوفاج بتكون على الياف ديلية، الالياف الديلية تساعد على الالتصاق بسطح العائل ولا لا؟ تساعد. يعني بعض الكبسيد او الغلاف الخارجي لهذا الفيروس تساعد على الالتصاق بسطح العائل. بالنسبة للوظيفة الرابعة، تحديد التركيب الانتيجيني للفيروس. احنا قلنا المسببات المرضية تدعى ايش؟ انتيجين. وبالجسم ايش بتكون لنا؟ انتيبادي. الانتيجين اللي بالمسبب المرضي وجدوا ان اللي بيحدد التركيب الانتيجين للفيروس وين بكون موجود؟ بكون موجود على الغلاف الخارجي لها، بكون موجود وين؟ على الكبسيد. واضح؟ واضحة هاي؟ يعني كل غلاف ايش الكبسيد عليه تركيب انتيجينية بكون عندي نسبة الضراوة تبعته أو الإمراضية. ماشي؟ أوضح لكم إياها بمثال بسيط من الواقع عشان تتخيلوها أكثر.
لما انا بكون لابسه مثلا جاكيت او معطف ما عليه اشي، مثلا يجي حدا يحتك فيه او يصير التصاق بجسم مثلا عند امسك حدا يمسكني من هون، بصير عنده تاثير بتاثر؟ لا. طب اذا حطينا على الغلاف تبع الفيروس، نتخيل انه ايدي فيروس، حطينا شويه شوك او مسامير ونمسك جسم خليه او جسم حدا، راح يصير ايش؟ صح ولا لا؟ هذه اللي بتكون على الغلاف الخارجي ايش بنسميها؟ الانتيجينات، اللي هي القدرة الإمراضية تبعتي. وين بتكون موجودة القدرة الإمراضية؟ على الغلاف، اللي هو وين بالنسبة للفيروس؟ على الكبسيد. هيك وصلت لكم أكثر؟ في أحياناً بعد الكبسيدة في غلاف خارجي يحيط بها، بنسميه الغلاف الخارجي. الغلاف الخارجي من التراكيب الغير أساسية بالفيروس، من التراكيب الغير أساسية للفيروس. عشان هيك في عندي فيروسات تدعم مغلفة وفيروسات عارية أو غير مغلفة التي تحتوي على غلاف خارجي. طب إيش وظيفة الغلاف الخارجي هذا؟ زيادة حماية، يعني بتصير عندي مقاومة تأثير مواد كيماوية أو مطهرات أو معقمات، برضو بتعطيني أنواع مميزة من الأنتيجينات تساعد على التصاق الفيروس بسطح خلية العائل. إذا كان يحتوي الحمض النووي هاي شكل نيوكليك أسيد الحمض النووي، هاي هنا عندي شكل الكبسيد، الوحدة البروتينية الوحدة إيش سميناها؟ كابسو مير. هذا بالنسبة لفيروس مين؟ تبغ. شكل إيش أعطاني؟ شايفينه؟ شكل استواني، بشكل الاستواني العصوي. هاي الوظيفة تبعته تكلمنا عنها. الغلاف الخارجي أو اللي بتصير عندي هنا فيروس إيش؟ اللي هو الإيدز. هاي عندي هنا الحمض النووي، عندي الكبسيد، هذا الغلاف الخارجي اللي بحيط فيه، يعني يعتبر من الفيروسات المغلفة، يعتبر من الفيروسات المغلفة. بدنا نتكلم عن أبسط صورة للفيروسات اللي بتتكون من حامض نووي ومين؟ وكبسيدة. حامض نووي وكبسيدة إيش بنسميها؟ نيوكلو كبسيد. هذه إذا كانت غير قادرة على إحداث المرض، لكن إذا كان لها القدرة على إحداث المرض إيش بنسميها؟ تدعى بالفيرون أو الفيرون، اللي هو يتحول إلى الحالة الدورة المرضية. يعني الفيرون هو فيروس موجود خارج خلية العائل ويبحث عن خلية جديدة له القدرة على إحداث المرض. طيب بالنسبة، في عندي مصطلحين بدي اياكم نتعرف عليهم، اللي هم أشباه الفيروسات، اللي هم أشباه الفيروسات والبريونات. إذا كان بس عندي حامض نووي وحيد، حامض نووي وبس لحاله، وخصوصا الـ RNA، إذا كان عندي حامض نووي الـ RNA إيش بنسميه؟ فيريودات أو أشباه فيروسات. هذا بصيب مين؟ بصيب النباتات، يصيب النباتات. وجماعة خطورة الإصابات الفيروسية بالنباتات إيش هي؟ إنها تسبب خسائر كبيرة، يعني إنه المرض أو النبات الذي يصيب بالإصابة الفيروسية ما في مبيد بسيطر عليه، يسبب تدهور سريع في المحصول الزراعي، مما يكبد المزارع خسائر كبيرة، خسائر كبيرة. عشان هيك المزارع أهم إشي عنده إنه ما ينصابش محصوله بالإصابات أو بالأمراض الفيروسية. بالنسبة للمصطلح الثاني أو النوع الثاني من الفيروسات إيش اسمها؟ بريونات، اللي هي عبارة عن دقائق بروتينية فقط، ما فيها حمض نووي، ما فيها حمض نووي. هذه صح إنها عبارة عن دقائق بروتينية تدخل لجسم العائل، لكنها تصيب له المرض زي مرض جنون البقر، ولسه الدراسات لسه مش واضحة كيف عملية تكاثرها في داخل الجسم العائل. لأنه نتكلم إحنا اللي بتكاثر، كيف بتكاثر الفيروس؟ بوسط الحمض النووي. طب هاي بس دخلت دقائق بروتينيات، لسه الدراسات لسه مش واضحة انه كيف بصير تكاثرها في داخل جسم خلية العائل. واضح؟ كيف بدنا نصنف الفيروسات؟ في
في عندي تصنيفين للفيروسات. أول إشي كلمة تصنيف هي عملية تقسيم وتسمية اعتماداً على دراسة صفة معينة. بالبداية تم اكتشاف الفيروسات، فلاحظ إحنا عندنا تسمية لأسس تصنيف الفيروسات عشوائية، يعني زي فيروس شلل الأطفال. لسه من شلل الأطفال لأنه أكثر عرضة للإصابة هم مين؟ الأطفال. زي داء السعار أو داء الكلب اللي هو من المسبب المرض؟ اللي هو عضة كلب، عضة كلب مسعور أو كلب مصاب. ممكن قسموا أو سموا الفيروسات على حسب الأجزاء اللي عزلت منها، زي فيروس رهينو فيروس اللي عزل من منطقة الأنف. منطقة الأنف في عندي كمان سمينا فيروسات على حسب المنطقة اللي تم اكتشاف فيها المرض أو الإصابة الفيروسية، زي فيروس سنداي اللي هو منطقة في اليابان. منطقة في اليابان تم اكتشاف المرض وسمي باسمه. واحيانا سموا الفيروسات على حسب العلماء اللي اكتشفوا هذا المرض. ففي عندي فيروس يصيب الغدد اللمفاوية، الجهاز اللمفاوي، اللي اكتشفوه عالمين اسمه مايكل أبشتاين وإيفون بار. اكتشفوا هذا الإصابة الفيروسية اللي بتصيب الجهاز اللمفاوي فسميناه فيروس ايش؟ أبشتاين وبار. في عندي تصورات ثقافية زي فيروس حمى الضنك أو الروح الشر. هذا فيروس يصيب المفاصل، بصير عندي صداع وحمى، بسبب لي طفح جلدي وبسبب لي التهاب وتعب بالعضلات والمفاصل، يعني إنسان ما بيقدر يتحرك، عشان هيك بسموه روح الشر، يعني صار عنده مش قادر يتحرك أو اختلف نشاطه. ممكن. لكن بالنسبة للأسس العلمية عنا تصنيفين. أول تصنيف بنسميه تصنيف بالتيمار. هذا التصنيف اعتمد على الحمض. حمض مين؟ النووي. بالتيمار سنة كم حط التصنيف؟ اعتمدوا على الحمض النووي، سواء كان RNA أو DNA، كان أحادي السلسلة أو ثنائي السلسلة. فقسم لي إياهم لسبع مجموعات. أول مجموعة كانت عنا DNA، إشمالها ثنائية السلسلة، من أمثلتها فيروس هيربس أو فيروس الجدري. فيروس دنا أحادي السلسلة زي مين؟ الفيروسات الصغيرة. فيروس رنا يعني مين بيكون موجود فيه؟ RNA. ثنائي السلسلة زي الفيروسات الجرمية اللي هي الرهينو فيروس. وفيروس الرنا أحادي السلسلة، أحادي السلسلة زي الفيروسات بكورونوية، زي فيروس بدي أعطيكم مثال لإله، فيروس الفم والقدم. وهذا فيروس اللي المثال لإله لأنه بصراحة الفترة هاي منتشر بين أطفالنا، يصيب فم والقدم، فوت أند ماوت. هذا إيش أعراض؟ زي بالضبط. هذا بصير يصيب الأطفال، والفترة هاي منتشر بين أولادنا، بصير طفح جلدي. الفترة الأخيرة مع تقلبات الجو كتير انتشر المرض هذا. بصير الطفل عنده طفح جلدي شكل حبوب، الحبة بتعبي زي كأنها حرق، بتصير زي فيها انتفاخ بدون راس، بكون فيها زي كأنها زي كأنه طفل محروق. بصير الطفل عنده سيلان في اللعاب، بصير عنده سيلان في اللعاب بشكل ملحوظ. بصير الطفل أحيانا ممكن يوصل الفيروس التهابات في العين، وممكن يصير عنده طفح جلدي في منطقة حوالين الفم أو في القدم، وبكون في مكان في أعلى الفخذين. هذا هو فيروس مين؟ الفم والقدم، منتشر كتير عندنا الفترة هاي. فيروس معدي، فيروس معدي يا جماعة. الفيروس ممكن حتى ينتقل للكبار مش بس للصغار، هو أكتر عرضة، هو أكتر عرضة للأطفال، بس إذا صارت عندك عدوى
ممكن ينعيد الكبير لكن بتكون أكم النسبة أقل. تصنيف الرنا أحد السلسلة لكنه سالب زي الفيروسات المخاطية. لما نتكلم عن الفيروسات المخاطية الإكزامبل تبعها رح يكون فيروس الإنفلونزا. فيروسات النسخ العكسي رنا أحد السلسلة الفيروسات إيش بنسميها؟ القهقرية اللي هو فيروس الإيدز. فيروس النسخ العكسي ده دنا أحد السلسلة زي فيروسات التهاب الكبد وخصوصا التهاب الكبد الوبائي بي. في عندي تصنيف تاني، تصنيف اللجنة الدولية مختصر لإلها إيش؟ الآي سي تي في. هذه اعتمدت على الحمض النووي واعتمدت على شكل كبسيد واعتمدت على ايش كمان؟ وجود الغلاف الخارجي واخر حاجة على حجم الفيروس. طب احنا لما نشوف الفرق بين التصنيفين سواء اللجنة الدولية او بلتيمور، في تعارض واضح بينهم ولا يعتبر جزء منه؟ عشان هيك لا يوجد تعارض بين التصنيفين. طبعا اللجنة الدولية تصنيفها اعتمدت قسمتها على عدة مجموعات زي ما بنقول احنا رتبة، وبعد الرتبة ايش بده يجينا؟ فصيلة. يا جماعة هي نفسها الفاميلي اللي هي العائلة، وتحت العائلة وبعد العائلة جنس ثم نوع، وطبعا في مقاطع نهائية لكل مصطلح. بالنسبة للتصنيفات زي ما احنا شايفين عندنا جداول بين الـ RNA والـ DNA، قسمها إلى أحادي السلسلة تنقسم إلى مغلفة وغير مغلفة، وإذا كانت أحادية السلسلة سالب وكمان ممكن تكون ثنائية السلسلة غير مغلفة زي موضحة بالجدول عندنا. واضح؟ إن شاء الله المحاضرة القادمة نتكلم عن علاقة الفيروسات مع جسم العائل والأمراض المسببة للمرض.